بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعي صفحه تيارت نيوز. رانا الان متواجدين بمكتب فريق شبيبه تيارت مع مناجر الفريق السيد مراد ايت مولود. يعني كان لاعب سابق واليوم راه مناجر الفريق كما نعرفوا ويعرف الكل. البارح بديتوا الانتدابات، يعني البارح بدا اللاعبين في الامضاء. لحد الان كيفاش تسير الامور داخل فريق شبيبه تيارت؟ السلام عليكم. الامور ماشيه ان شاء الله والحمد لله، ماشيه كما كنا مصدعينها. وش نقول لك، انتدبنا لاعبين اللي كاين منهم اللي لاعبين باينين، وكاين دوطر جوار اللي جبناهم من فئات ما بين الصغرى، ولكن تصحصحين عليهم مليح، دينا عليهم نظره، شفناهم العام اللي فات وكاع. وش نهضر بالانتدابات، كانت كيما مدروسه وربي يوفقنا ان شاء الله. خلينا لاسباف تكنيك تاعنا اللي عندنا فيه ثقه كبيره، واللاعبين تاع العام اللي فات اللي احتاجيناهم يعاودوا ان شاء الله يرونوفو معنا، واللاعبين اللي ما احتاجيناهمش شكرناهم ويروحوا ان شاء الله يسنيو في فرق واحد اخرى ان شاء الله. والوبجيكتيف اللي نقول تاعنا ان شاء الله هي البول ديماري الشامبيون ان شاء الله بربي في احسن الظروف ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. يعني شيء الملاحظ انكم احتفظتوا بالشبان تاع الفريق، يعني لي كور تاع الفريق، يعني احتفظتوا بهم ودرتوا فيهم الثقه. شيء ايجابي، يعني هذا من الاساسيات تاع الاستمراريه. الحقيقه سيرت احتفظنا باللاعبين الشبان تاعنا، ولكن ما درناش سوسيال، ولا احتفظنا باللاعبين اللي ان شاء الله نشوفوا فيهم احنا يعطوا اضافه للفريق. توجور اللاعبين تاعنا ولا اللاعبين اللي جبناهم. اللاعبين تاعنا كاين شبان اللي طلعنا من العام اللي فات، ان شاء الله السنه الثانيه يكونوا معنا ان شاء الله، ما نسمعش فيهم، سي تو طافي نورمال، وعندهم امكانيات ان شاء الله يزيدوا هذا العام، يطوروا الامكانيات تاعهم ان شاء الله، ويروحوا بعيد على العام اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. يعني سي مراد، يعني انت جيت الموسم الماضي في نصف الموسم، يعني اللمسه تاعك كانت حقيقه، يعني حقيقه تقال بشهاده كل الانصار وكل متابعي شبيبه تيارت. يعني اللمسه تاعك كانت حاضره بانتدابك لبعض اللاعبين. يعني الموسم هذا ان شاء الله بربي، يعني لانه الانصار والاداره دارت فيك الثقه، ان شاء الله بربي كيفاش تشوف الانتدابات. يعني هي الاولى بالحال نشكر لي ديجون تاعنا على راسهم رئيس الفريق سفيان كوميديان اللي وضع في الثقه هذه. سيرت العام اللي فات كيما قلت جينا هنا في والحمد لله مشات معنا الانتدابات اللي درناها كانوا مدروسين، والحمد لله مشاو معنا بريزيطا، حققنا الصعود نتاعنا هذا العام ان شاء الله. ويسبير فار ميو، خير من العام اللي فات ان شاء الله بربي. مشينا بالانتدابات هذو اللي جبناهم ان شاء الله، فاني كانوا مدروسين ان شاء الله، ربي يوفق ان شاء الله ونديروا موسم ان شاء الله خير من العام اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. يعني كلمه للانصار اللي كانوا يعني متشوقين انهم يعرفوا اللاعبين جدد، اللاعبين اللي احتفظتوا بهم، يعني كلمه للانصار. كلمه للانصار هي ان شاء الله نعرفوا الانصار تاعنا غنيين عنكم تعريف، ان شاء الله يوقفوا مع الليكيب تاعهم ان شاء الله، ويوقفوا ثاني مع الفرقه هذه. ماكري كاين دي جوار جدد ولا ما يعرفوش، راهم متشوقين باش يلعبوا في شبيبه تيارت. قال لك احنا على الانصار صدير على هذا لو بوان هذا اللي جينا ان شاء الله لتيارت وكاع. على بالي بلي الانصار تاعنا ما يخيبوناش، هذه حاجه باينه ان شاء الله، يوقفوا مع الفريق. وهذه راه عندنا مثلا ما يخفلكش، عندنا 13 سيزون لعبنا في الناسيونال، هذه لا بروميير سيزون ان شاء الله بربي، نديروا اون سيزون شابه ان شاء الله، يد في اليد ونتكاتفوا كيما رانا، وربي يجيب خير ان شاء الله. بارك الله فيك. ميرسي.